المغرب قائمة صالح بن ملان أن نستضيف اسما كبيرا اللي هو السي أحمد المسيح، وكذلك المبدعة حبيبة الزوقي، أن أقدم الأستاذ والزجال الكبير السي أحمد المسيح. التقديم غادي نقدم السي أحمد المسيح، وأنا أتشرف بهذه اللحظة. وصدر للسي أحمد المسيح منذ سنة 1976 إلى يومنا هذا مجموعة من الدواوين الزجلية. وصلت إلى العدد 24 ديوان زجل، ويكفينا أن نعرف أن وزارة الثقافة أصدرت للسي أحمد المسيح المجاميع الكاملة لأعماله، إضافة إلى عمله الأخير اللي هو قتلتني القصيد. وكذلك الأستاذة حبيبة الزوقي التي صدر لها العديد من الأعمال، وأمامي ديوان شعر باللغة الفرنسية لأول مرة موسوم بسوندر ديزاني دي ميتيزم، كذلك عقدة في عقدة وديوان زجل صدر عن مطبعة المعارف الجديدة، وكذلك غزل الحكاية هي رواية صدرت عن دار فضاءات بالأردن، وديوان شعر باللغة الفرنسية موسوم ب بورت بروميس صدر عن دار كسرى بالجزائر وحاصل على جائزة الأمان، ثم فلور دامور ترجم للشعر الجزائري توفيقكم. إذن لو استرسلتم في تقديم السي أحمد المسيح فإنني سأبقى إلى تنور المغرب. إذن موعدنا اليوم مع الكلمة الهادفة والكلمة الجميلة مع السي أحمد المسيح الذي نريد أن يشرف مسامعنا بما لديه، ومعتزون مرة أخرى باستضافة هذا الاسم الكبير الذي مهما قلت فيه لن أوفيه حقه وليعذر لي، وأتشرف أن أكون إلى جانبه هذه الأمسية. فليتقدم شكرا. مساء الخير، شكرا للمبدع والناقد التفريع، شكرا للإخوة في فرع اتحاد التراث المغرب على استضافتي، وشكرا لكم ولكم بالحضور واقتطاع جزء من وقتكم خاصة في نهاية الأسبوع لنتواصل مع بعضنا ونستمع إلى بعضنا. في البداية أريد أن أقول إن الزجل في فترة حبنا كان من شبه مقبول، واليوم نلاحظ كثرة الاحتفالات بالإبداع الزجلي، وفي هذا اليوم هناك مهرجان في العرائش، ولم يمضي أقل من شهر كان هناك مهرجان بالمحمدية، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الرواد الذين غامروا وتسللوا من نافذة ضيقة في السبعينات إلى الحقل المقدس للإبداع
الإبداع أنهم لم يراهنوا على الفراغ بقدر ما كان حماسهم يقودهم، بقدر ما كان التاريخ ينصف هذا الفن الزجلي في الوقت الذي كان الشعر مكتوب بالفصحى وليس هذا تأرا أو استخفافا، بالعكس فاللغة العربية جميلة وشعرها جميل، ولكن عندما طغى الفقهاء واللغويون على أن ينصبوا أنفسهم جمارك أمام الإبداع، كان الملحون وهو ديوان المغاربة كان يزدهر ويبدع، بل يضيف أشكال جديدة لم تكن موجودة في شقيقه الشعر مكتوب بالفصحى. وربما نظرا لأن الرقابة اللاواعية أو الرقابة الجمعية لم تكن متشددة مع الملحون، وخير دليل أن الملحون والشعر الزجلي بصفة عامة كتب فيه الإنسان أو قاله الإنسان البسيط الذي ليس له نصيب من التعلم، مثلما كتب فيه الفقيه والصوفي وأحيانا السلاطين والأمراء. ودليل في هذا أن سعد الرحمن المجدوب كثير من الناس يعتبرونه رجل أمي، رجلا أميا، بينما هو كان فقيها وعلاما. آخر ديوان أصدرته أكاديمية المملكة المغربية هو ديوان السلطان مولاي عبد الحفيظ، ومما يحكى أن بعد قصائده بين قوسين الجريئة كان يمنحها لشاعر آخر يوقعها باسمه. إذن فبقدر ما كنا في البداية نشعر بالخمول وبالموقف العدائي والرافض لنا، حتى من طرف السجالين الذين يكتبون بالطريقة التقليدية فقد كانوا يعتبروننا عاقين ومفسدين للزجل والمتعصبين للعربية أو كلمة الدب، ونقول المبالغين في عشق العربية الفصحى، كانوا يعتبرون أننا صعاليق لغويين لا يجب أن يتجاوز الزجل الأغنية أو المسرحية أو التداول الشفوي. ونحن كنا كملتمين لحرب العصابات نتسلل من الجوانب الممكنة لنندس وسط هذا الحقل الذي أشرت إليه في البداية. المهم أننا في البداية كنا نراهن على القاعات وعلى الجماهير وضغضات عواطفها السياسية، وننصب أنفسنا كمبشرين بالثورة وبالتغيير. الآن بدأت الكتابة الزجلية تعتبر نفسها مسؤولة مثل القصيدة الفصيحة أو المكتوبة بالأمازيغية أو بالفرنسية أو بلغات أخرى، أي تراهن على الأفق الشعري وتسير التحولات والإبدالات التي تعرفها
الكتابة الشعرية بصفة عامة، أو لألخص وأقول بأن القصيدة الزجلية الحديثة تريد أن تقول بأن ما نكتبه شعر وليس مجرد قول ينتمي للتراث الشعبي، رغم أننا لا يمكن أن نفصل عن ذاكرتنا، فنحن نرث جينات متعددة، ومن بين هذه الجينات الجينات المحلية. والآن سأشرح في قراءة ما تكفر بحروفه، الكلام عزري الورقة
خاطبها. كنت مدري بالموت وقطعتها. كم من مرة تخصت فيها ما عمرهم خلاوني نموت في خاطري. كنت سافني عقلي يسافر ويخليني نفني عمري. نصرف فوشي الغيمات الورقة دربالة والقلم عكاز نولي حرف في مرض الموت نبات. ندخل نقطة نطفة للدوايا نخرج مقمض بالمدان والورقة قبر ينبض بالحياة. البياض شعر جرح وحرف ملاوح نطق فيه الصمت والسعة الطريق لضل المعنى وهو يطيح في حفرة اللي ما كاين. بغى اللون يتوطى وهو يغرق. فاق الجهل ما عنده ولاد ما عنده ردايب لقى راسو سيد راسو رافقني تنساني عاشر كاس المحبة تغرق. كون موجة تكفلني نفرشك ونغطيك بحروفي والورقة احتل السرة نرضعك الكتبة والخيال يراري بيك قرن عاسد طيف شوفتي محي الباس سترني يسترك المعنى را القاري حسابه في راسو ومول القلم باقي ما تفطم يحبو وجناوه مدفونين فيه إلى هاج بحر الظلام وانت حاجب في نورك أنا ما نعرف نسبح غير في بحورك اش المعمول فين نقصد فين نصد واش ما نقدر نقصد قبل ما تودع تمهل حن على راسك طلع ليا تأمل أثر الحاجبة على الكلام ديك مولاتي القصيدة في صيف تحولية لما سمعنا الصوت وخطفنا كل ما قربت منها تفلت المصفى نص هاني نص حاول والموت بينهم قنطرة يدي نجبودة للحرف الحرف بجناحه دوايا قبر في مدادها يبعد السر مفتاحه طار سكن الريح عصر الصمت مثل الورقة بالخيال يموت الكلام طويل الليل جيني حلمة محيط شطب الفض سوس نساء تغيب وسمع قبري خويني نساني تلف حروفي جاوراك تونسك تلقى عليك السهل ليك فلاش وخطا نساني تلقى الحورية ورقة زوجها الريح تترنح والحروف الأرض هز عناقها والتلال كلام معكس غرس عكازك في النهار دير جناغه تلقاك مصبوب على الورقة واللي فات قصبة تهنجر الشتاء تمحي للواح تزوج للوان حتى لون ما يبقى في الرادي اللين اللي زهق يقول عليه حرامي والحرف بلا نون روحاني صوم على الكلام تسمع جبال من الرهوة تريد عليك الكتبة تجيك فايدة الحروف بين الفيقة والنعسة تلبسك ترويك تولي انت مدانة وهي بيك تتحجب في الورقة شد خيالك تعترف فيه هو جافل وانت سامح الجام مخبي تحت الورقة حروف فراشات يهروا بياض الورقة وهي شادة حق الله شربوها المدان وهي تفيق فرقت وسعت ليهم دخلوا بيها وولدت كلمات جمعني تشتت سقيني من قبل ما كنا بان في خيال خليني متحفة ورشحوا اللي فات لندس في الورقة وإلى شمت فيا كلام بايت تدحيني الموت تسرد وتوجد لي حفرة في الكلام قراني مطير قراني مهلي قراني بعينيك نعمة
قراني بودني كنتفى، قراني وانت هنا تشوفني، قراني وانت صمت تسمعني، راني ميت والحروف حية ناطقة ومخبية فيا كذا من مرة قبلوني والحروف دعت الروح فيا كذا من مرة كنت لاحق بانو ليا يتراكسو وتخسرات الموت فيا يا الغادي راحل حشمان من خيالك سقسي عليك صدا وواكد على السمية وإلا تنغمتي بالفناء وتخففتي من الفيقة فاقت فيا طلبت تسليم طلبت تسليم من سيدي الكلام تولي من السور والكتباب ليا راه درباب سيدي الكلام ما يلبسها من والا ومن غير الفناء ما تكون حتى حيا سالني عن الموت راه شحال دازت عليا تبداني وتتعكس فيا يا لالا القصيدة ماني صاخي بيك سخات الزمان عليا راه الموت حار راسك بيا شحال جربتها وفاتت فيا شكرا السي احمد المسيح. وانا في الحقيقه ما دازنيش انني ضروري نقرا لكم جميع عناوين الدواوين اللي صدرها السي احمد المسيح منذ سنه 1976. الاول الرياح التي ستاتي سنه 76 فيضان الثلج ديوان 1986 من شعر الفصحى. الديوان الثالث شكون طرز الماء سنة 1994. الديوان الرابع بين الظل والجسد شعر جزل وشعر معرب سنة 1997. ظل الروح زجل 1998. توحش راسي زجل 1999. وسابعا حريفات زجل سنة 2000. حال أحوال سنة 2003. في البحر ذاكرتي مع رسوم عبد الكريم الوزاني سنة 2004. نصوص طردية بالعربية عن الطفولة. عاشرا زجل مع رسوم فؤاد بن لامين منشورات أخبار بلادي طنجة 2004. خيال الماء زجل 2005. ريح الكلام زجل 2007. ثم هي نفس الحال والأحوال مترجم إلى إسبانيا من جامعة قاديس في إسبانيا. ثم كذلك نجمة دار البوكيل القنيطرة 2008. 15 ديوان بلادي 2008. 16 كلام ضاوي 2008 زجل. 17 كلام آخر زجل سنة 2011. ثم الأعمال كاملة 18 الجزء الأول الكلام الأول دار المناهين سنة 2011. 19 الأعمال كاملة الجزء الثاني كلام الماء منشورة وزارة الثقافة دار المناهين 2012. 20 الأعمال كاملة الجزء الثالث كلام الحروف سنة 2013. 21 ديوان 21 أنا ما كاينش سنة 2013. والديوان 22 بسمة سنة 2013. ثم ترجمة كلام آخر أوطرات بالابراس منشورات مركز محمد السادس لحوار الحضارات بالشيلي سنة 2013. ونفس الترجمة ضمن منشورات جامعة القاديس كذلك سنة 2014. ثم ديوان لوين عندنا قتلتني القصيدة سالة 2014 زجل. هنيئا لنا هنيئا للسي احمد هنيئا لك وهنيئا لنا بك في هذا المساء. ولا يفوتني ان اشكر يحضر معنا الفنان احمد القروري والفرقة الموسيقية المصاحبة له وبحكم كما تنقولوا السلطة اللي عطاتها لك الرئاسة أنا غادي نعطي الكلمة الآن لسي أحمد باش يشد المسامعنا قبل ما ندوزو لحبيب الزوي.
كتبتها ما يمهز سنتين، ومن أستاذين جليلين عرفتهم على عالم الدجل أو عالم الكتابة، فلست داعيا ولكن قال اللحن في لحظة ما عرض علي خربشة من نوع خاص أتمنى أن تروحه. أنا بصوتي
الأمين مريم، شكرا على هذا النص الجميل والأداء الأجمل، نص فعلا اخترق وجدان أستاذنا السي أحمد المسلمي. لا حتى لا يفوتني فأبلغكم اعتذار صديقنا الفوزي الذي رزق هذا الصباح في وفاة جدتي، لهذا يغيب عنا هذا المساء. الآن معنا المبدعة حبيب الزوي، وهي غنية عن التاريخ، وقد استضفناها في مدينة القيصرة سنة 2009 بدار الشباب، وكان الجمهور قد استحسن أداء حبيب الزوبي أداء وكلمة. فآخر ديوان لحبيب الزوبي هو شيخ الأزهر، ودون أن أطيل عليكم أعطيها الكلمة لتشنف مسامعها. مساء الشعر، مساء هذه الموسيقى الموجعة والكلمة الهادفة لأمانة الأرواح ولمدينة فقيد صالح روح مخصوصة، سعيدة بالتواجد بينكم هذا المساء في هذا العرس الثقافي، وسعيدة أيضا أن أتواجد بجوار هذا الهرم السجلي وهذا الكنز الوطني والعربي. شكرا لفرع اتحاد كتاب المغرب على هذه الاستضافة، وحتى أكون فقيدة سأترككم مع سماع عبر الصوت في الصوت لله. سأبدأ القراءة بنص طاحونة الأسئلة. مرة في الظلام تغرق هذه الأسئلة، تغرق في دوايا بلا قلم، تغرق في لوح ما يقدر يتم، ونبقى أنا دائما حيرة من حر السؤال يقلبون كل أسئلة، من يمتحنوا الكلمة ويصبح الكلام مير الحروف، يصبح الفجر على الكلام ملهوف، وفي نص الطريق يضيع قلبي صديع الدوايا، ونغني وانتوما معايا يلبس الحرف ويلبسوا الحرف، وهكذا واشتغل الروح من السؤال، واش نرقع الجرح بجرح، شحال نوقف الحلم بساروت، وشحال الابواب العساس، وشحال من مرة الشمس هجبتها الغيوم، وشحال من مرة القمر غابت من البلاد، وشحال أسئلة. شكون يسول شكون يرصد الجواب ولا يحل الباب، سؤال يجرب سؤال أسئلة زاحمة، شكون يدخل الأول رحمة الجواب ولا واحد انساح من صهد السؤال، شي تنصح وشي دار، كنت صغيرة والسؤال كبير وهنا كبرت وصغار السؤال، وهو صغير نحن الخوا
والو 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 في المدور في وجهك تلقى والو. علاش الوجوه صفات؟ علاش البلاد تسدات والساروت غبر لقى ظهر لحاجة على وليدات الدرب في راس النهاية؟ حاجيتكم ما جيتكم، حاجيتكم على الباب الكبير اللي خلى الضر ما تدخل. تلف الساروت وتلفت عليه الفتيات، تلف الساروت وتلفت عليه الفتيات. يا العمر افتح بيبانك، قفل السؤال بالسؤال، يطيح سؤال في باب الريح وسؤال في باب النور، ونعود ديام تطور. شكون بغى يطحن السؤال؟ شكون بغى يهرس بالمعنى؟ المعنى بلا معنى ما عنده معنى، والباب اللي تغلق الظلمة علاش يحل راسو؟ هذا نص آخر بعنوان المعنى. هذا هو المعنى اللي بيه حلمت من صغر، هذا هو المعنى اللي سرق قطره من كلام وكان محروف علام. سرقت الكلام هزة الكاحل، الكلمة اللي ما تعرف تصغر، الكلمة اللي ما تعرف تصغر، ما تعرف تعمر معنى فيها بلا تجي. المعنى يا شيخ العزارة غرب الكلام وستة في الحروف، غرب الكلام وستة في الحروف. الحروف فوق اللوح واقفة، كل حرف يتزوج بحرف. المعنى يضوي اللوح، كل حرف يعشق حرف، يصبح الكلام كامل. هذا هو المعنى اللي بيه ونص الخاطر وبيه الليل من صرف جر. هذا هو المعنى اللي لقى كلام غبر فيه نحاسه، لقى لوح فيه شد قياسه. عين المعنى تحلها الكلام، والكلام إذا ما كان وافي علاش يمحلنا ويطير راحتنا؟ علاش يشتت شمل الحروف ويهرس كيسان المعنى؟ الكلام إذا ما كان صافي يدس راسه في راسه، يسخب على العيان، يستصدر من العين ويوقف باب الحكمة. يروق يكمل يتغرم، الكلام بلا كبدة يدور في الراس في رحبة المهنة، يقرقر حروف الضوء. هكذا العين فيك تشوف، هكذا ضوء المعنى يبرد الجوف. مع مرض نجوم المعنى القمر عروسة هالأيام، الحروف المادين يديهم للحنة هازين عينيهم للقمرة. ياك ما كسبنا ما نحيو على اللوح، ياك ما كسبنا ما نحيو على اللوح. المعنى عليل وقلب مجروح. الكلمة الكلمة يا مولاتي، يا مولات الشان والرجان، عطفي على هاد العيل كم لي زهرو ويدي سعدو، كم لي سعدو بالضو. بلا ضو المعنى ما عندو معنى، الضو منح الكلام، المعنى منح كلامو. واليوم ها هو بيناتكم هاد. شكرا للمبدعة حبيبة الزوجي على هذه النصوص الجميلة والعميقة. وفعلا الزجل المغربي يكبر ويسمو بمثل هذه الأصوات، بمثل السي أحمد وحبيبة. ولنا الشرف، أعيدها مرة أخرى، لنا الشرف في فرقة هاتف المغرب أن نستضيف هذه العرض الكبير. سأعود إلى السي أحمد. سحنا الله يبارك فيك، لن نقنع ولن نشبع.
الأخت كنت تمشي الحياز الدكان هذا حاضر الدكان هو الأخت الحبيبة على تطور بارز في تجربتها الثانية وربما بعد السلاسل الوجودية تسعفنا في أن نخطو أكثر وأكيد أنها مارست الصمت لمدة على ما أعتقد أنني متابع لتجربتها ربما كانت تتأمل كيف تخرج من شنطتها هي عبارة عن الديوان المألوف هنيئا لها أنا أحتفل وأفرح عندما أرى كتابات زجلية تضيف ولا تكرر ولا تستقر في القصيدة الأولى كما أسميها لأن هناك الأستاذ كريس المسلاوي الأبغار يقارب السبعينات ويكتب بروح شابة بزياح بتجريب بتمرد دائم بابتكار أساليب جديدة مسكونا بروح شابة مع كامل الأسف نجده شبابا يكتب بروح السبعينات أنا أقصد تقنية في الكتاب أنا أقصد تيمات أو الأفكار أو هذا لكن تقنية في الكتابة فبطبيعة الحال مما لا يسعد عندما نرى إضاءات وإضافات سأقرأ عليكم النص كتب في 1993 ولي حنين لقراءته فأرجوكم ربما من المفترض أن أقرأ الجديد ولكن سأحاول أن أذكر عنوان القصيدة الماء قال تحفى ومشي في الهالس ذاتك الحضارة شعار قريب زين الروح باش تنطق الذات النور ما يجي الا بالحنان ضوي وجي السما في الظلام شقق ونسرع وخرقيق تطلق ضل الحق السؤال كون صوت طليق خرج من ضلك طير تلقى الدمعة جناح التحليق كون عين يرقد فيها الأمل تحجب رماش لما يفيق يا ساكن ابن هوايا كشف مظلومي تطفي الكية لا تخلي بلاد خبا كل ذات عفا فيها نشبة وبلية عصر السحاب وفتل منه طريق ولا تفتلتي دلي خاطرك ليا كون كنز من الحلام الى ضلالة الدنيا عليا كون بحر من الامان الى ضغط الزمان عليا لا تنفرني يا جناحي راك مرايتي بخلانيا خوني باش نقولك محيني باش نقولك وباش تكوني كونك كنت يا مدفون في الطين والماء في البحر ريحة الطارة ما كتبت سرك والرمل تحك زاد معاك الزين ضليتي من الشوق تضحك تشتي على باب غدا وخا لقيتي من فرحك خليت الطيب مع المسمار
وبين الطين والشتا كان الشتا روحك، كنت يانا سباح في بحر العدم، فات انسان في الاحلام، حباب شاطر الياس في طريق من الدخان، ناس خيوط النور لباس يعبر الناس، دار تقصيصة بالكلام، مدرح الجنون القلب معمر وناس القياس، نلوب على باب الفرح وهو نافي في غيمة وحاضرين قالوا نعاس، بغيت نصور جناح لقيت حاملة لي مليان كي أحواج بلا رياس، رويت النخبة بدون بالعذاب وعجبت الوقت وبغيت طلوع الكلاب اللي ما يتساس، كنت مزروب مشعل فتيلة تفضح الواخر نبش فطار الساس، حتى تولي الكلمة تواتي اختار يتعرضوا في الدروج ويلعبوا وتولي القصيدة تبوريدة وعراس، يولي الضو راكب على الظلام والقلب عاود بلا جام والسر نخمرو في الباص، الكلام بلي خصو القوام الزمان لوحة حروفها ما تمحى، المعاني مضمورة والتخمام كيفاس، نحرق الماضي يكون صمت ننقش بوافل ومنحي باش ينفي الكاس، الطيور تطلق من القفاص كل كذاب ينعزالو، والأرض تنطق بلامة الناس، والغريب يرجع كالريشة من الجناح ويمشي الحلو في الضوء مطلوق ما وراح الراس، لكن جات الشهوة تتريطا فات للشفار والشك بان بالسمرو بنيه وبدات كانت صحراء غابة مزبورة ومولاها اللي فيه يكفيه، الذكريات تشبرت واستحيتها قبل ما تفلت، وحدة مترد بها جبر الوقت وأخرى مدفي بها ليالي السعد، تفكرت اللي كان شوفته د الهدهود عنده كلمة ومضاب من اختها صوته يهرس الحجر، واحد كلامه يتبرد بالماء يركب صوته ويولي رماد بعد ما النار تزهر، واحد فعلو خلى الما يبوش يعمر فمه بالماء لما الناس تهدر، حكاية ممتعة نشوي مولاها قبل السامع، حكاية جماعة كلم على النور يا سطع الطاقة والساعة تجد الظلام في الشعر طالع، هذه حكاية مفتولة من دموعها صورة من حقق فيها إحماق، فاض منها الهم قلنا نرميه في البحر لقينا الماء من هم من أطاق، الكلام فراش وطن الكلام طريق والناس حروف، الكلام ما هو صح أو خطأ الكلام عين ما يطوف، والورقة مكفنة بالبياض مخيطة بالكتبة تولي عين تشوف تولي قفطان بالحياة مرقطة بس الوضوء ومعانيه صوف، ملي تغزيها تلقاها بمحبتك محوطة متاوية البيعة والفرح والخوف، تلبس الطين وبالمعاني من الشتا تلقي شريح تخلي السحاب منتوف، الورقة دمها لذان بيه مخلطة الحياة فيها ما تبغي وقوف، وانا من اللي شفت اللي مارا ركلا وشحطة دولة الكراطة وزروها جيب معي، وانا من اللي شفت اللي مارا ركلا وشحطة جيتكم من دواخل الغضوف جيتكم كتفي عليان دفعوني منكم طالع الحمية لا تلغوني، راني غير مسيح لي يعني النشاط الاخرين سلامه وركله السلطان، جايكم هربان من المحطه نخبي منها نشاط، راني لبنت الوكاله تقبلت في الرقابه.
نبت في وكالة وتقول وفي وشكرا كل شيء قوي شكرا لأنه أتحفنا من المعطل وأقول لك دوتة عالية الصغير الإبداعي حتى لا يفوت فكان المفروض يكون معنا سي إدريس مسناوي الأنبار ولكن لظروف صحية لم يحضر معنا وقصيدة الماء قال يسعدني ويشرفني أنني حصلت على المجاميع أو الأعمال كاملة للسي أحمد المسيح ولكن اليوم آثر أن يأتينا بالقصيدة التي قتلت القصيدة والديوان أمامه سحمن كلمة القصيدة الأولى اللي شرفنا بها سحمن غير كثير الإخوان راه هنا واقع الفنان بتاعنا جاي لحن جنوي جميل جدا أتمنى باش تسمعوا له الإخوان أغنية ولا أروع جميلة جدا سمع Thank you.
كلمة للسي أستاذ جليل السي برناكي فليتفضل بشكر. المشاركة في هذه الأنشطة الثقافية. والسؤال أدري هل هناك تنسيق ما بين المؤسسات الثانوية باعتبار أن كل مؤسسة فيها لجان أو أندية. هذه الأندية أنا تسأل لماذا لا تحضر في هذه اللقاءات جميلة جدا، لأن الجيل الذي نشتغل معه وجيل جديد بكل المقاييس، يعني حتى الأساتذة الممارسون في الأقسام الآن من جيل مواليد التسعينات. من الأساتذة الآن يعملون في التعليم من مواليد التسعينات لا يعرفون حتى حرب الخليج متى وقعت. مؤخرا كنت مناقش أستاذا وفي إطار العمل إلى آخره تحدثت له عن حرب الخليج، قال لي ما حرب الخليج هذا لا، قلت له خاصك تمشي على حساب كلمة واحد الوقت كانت حرب الخليج وقفنا القراية وكذا، قال لي أنا باقي ما خلقتش هذيك الساعة، بمعنى أنه دابا كاين واحد الجيل جديد خاص تفتح معاه واحد الجسر، يعني خاصة أن حتى الأستاذ سي أحمد مسيح أنا إلا ذكرته أن من 77 تقريبا أنا ما شفتوش واحد اللقاء في المدرسة المحمدية، ربما تجلس عند واحد اللي باقي صغير كاع مازال ما من 77 واحد اللقاء في المدرسة المحمدية المهندسين في الليل، وكانت الدنيا مطوقة بالبوليس وكذا إلى آخره، واستطعنا أن نقطعوا على رجلينا من حي بن سينا في المدرسة المحمدية المهندسين حتى الحي الجامعي السويسي إلى رجلينا في الليل، كانت ديك الساعة الرباط كله على الخلا، يعني كان واحد هذاك الجو اللي كان هذاك الوقت ربما هذيك التجربة اللي كانت، يعني ربما كاين واحد السؤال علاش تحاصرت، واش بحكم أن حنا ما انفتحناش على الأجيال الجديدة إلى آخره. هذا الجانب. كيبقى الجانب الثاني في التجربة الشعرية ديال الشعر الزاجل في المغرب، أنا تقريبا لي كقارئ فقط، يعني لا أتابع الحركة الزجلية في المغرب، أعرف أسماء معروفة في الزجل المغربي، وفي العالم العربي تقريبا لا أعرف إلا فؤاد نجم وفؤاد حداد وبيرم تونسي، لا في مصر مصريين فقط، يعني ما كنعرفوش الجزائريين ولا تونس وكذا إلى آخره. ربما الزجل المصري كان عنده واحد التأثير بحكم اللغة المصرية لأننا كنعرفوا الدارجة المصرية أو ما أشبه ذلك، ولكن اللي كيتلاحظ عند الزجل في المغرب هو من خلال ما سمعنا إليه الآن، استمعنا إليه الآن في تجربة أخت حبيبة والأستاذ سي أحمد، أن الزجل في مصر يعني بقى تقريبا إلى التجربة اللي كانت ديال صلاح جاهين، فؤاد حداد، فؤاد نجم، هاد بيرم تونسي خلاص، يعني بقى مرتبط بقضايا شعارية، يعني أنه كيميل للشعارات ودغدغة العواطف في المسائل الآنية. الآن يعني لاحظنا أن التجربة جد عميقة، يعني ما بقاتش كتسائل غير الجانب اليومي، كتسائل الوجود، كتسائل الكون، بمعنى أنه بدا كيقرب من واحد الروح عالمي. يعني الترجمه ديال هاد الزجل بحكم حتى القراءه ديالنا الفرنسيه انه هاد الزجل هذا كيعطي واحد الروح جديده للشعر، يعني ما كانش عندنا، ربما حتى في السي احمد راه يعرف هاد المساله هذه، كان
الشاعر ملي كيوقف قدام الجمهور خصو يجيب شي حاجه اللي قريبه ليه، كيتصنت من الشعارات اكثر ما يستمع للشعر. الان اصبحنا نستمع للشعر اكثر ما نستمع للشعارات، وهذا شيء جميل جدا. يعني ولا الانسان يعني كيتامل، يمكن ياخذ قصيده يسمع ليها دابا ويعاود يقراها ويشوف فيها مسائل اخرى ويعاود يقراها ثاني مره اخرى. فهاد التجربه يعني لاحظت انه كاين واحد النوع ديال التكامل، يعني ماشي غنقول مستدره تلميذه ديال سي احمد، ولكن انا لاحظت ماشي غير حيت الكوالي راه تعرف ما المجنون كان الكوالي، ولكن هاد الاستشراف التجربه الذاتيه ونقلها الى تجربه كونيه يعني هي شيء جميل جدا. انا اثمن هذه التجربه واكرر ما قلته في البدايه من كون ان هناك يعني شيء من عدم اشعار واحد المجموعه ديال الكلام ديالنا بدرجه، لان الجمهور حتى هو راه خصو يشارك في هذه الانشطه هذه. وشكرا. فكره ممكن ناقش الطلبه في بعض السلوك مع النوادي الثقافيه المدارس والثانويات والاعداديات ويشرفنا هذا، وسنعمل جاهدين على توسيع القاعده ديال الحرب. الكلمه للاستاذ قبل ذلك فقط ذكر السي احمد المسيح ان الراي الاول كان لا يستسيغ القصائد الزجليه بقدر ما كان انه يحتفل ب كلام ملحوظ، ولكن كما قال هو تسللوا عبر اننا عبر الكلام او النزج التائر والثوره، فاستطاعوا ان يثبتوا انفسهم منذ ذاك، واعتبروا انهم يا هذه النزجه راه لغه عربيه فصيحه. الكلمه اللي بسيدي حب المن. شكرا. بعض الأسئلة الجوهرية، بداية ليس لأنني أنتمي إلى اتحاد الكتاب سأرافقها، صدقوني أنه في العاصمة في الدار البيضاء بعض المدن المفروض أنها مراكز بين قوسين ثقافية ربما لا يحضر نصف الجمهور الذي التقيت به. بالعكس هذا النقطة الإيجابية الأولى التي في الرباط تحضروا 10 الناس 5 في قلب الكتابة الوطنية اللي هي زعما بعلامة المفروض تكون عندها واحد الإيجابية. بالنسبة لي الجمهور ديال هذه الأمسية 3 أضعاف ديال الجمهور ديال في كازا، وهذا ما عدا بعض الاستثناءات. الذي وقع احنا في الاولى في التجارب الاولى بحال عطينا الرشوه للجمهور نديروا لي خاطر الشعب، وهذا الشيء ماشي مدبر لا شعوريا، حتى احتفظنا عندنا تقول لي احنا ماشي مرددين ديال الاشاعات. واكثر من هذا في لحظه ما طرح السؤال كل في زاويته ولكن طرح بالنسبه لتلك القوقعه التي كان يسجن فيها المتلقي الزجل، وهي انه حتى اذا ما بقيتيش تقليدي كل زجل ملتزم، يعني ما تخرجش على هذا الجو، اما سير دير الاغنيه ولا دير الالتزام. ف هاد اللحظه اللي كل واحد في زاويته لا عبر النقاش، لا اكن ان القصيده ستكون ابلغ او اكثر تاثيرا من المظاهره. بالنسبه لي المظاهره
أبلغ في الفعل الاجتماعي والسرور الاجتماعي والقصيدة. ما بحال بعض الناس راه البيتين ديال أبو القاسم الشابي إذا الشعب كأنها هي اللي دارت الثورة هي اللي شعلت، لا بالعكس، قيمة هذا الشاعر هي أنه انتسب والتحم مع قضايا الجماهير ولكن بالشعر ماشي بالشعر. كاين بعض المرات الناس يقولوا محمود درويش خان القضية وفضل، ولكن راه عن طريق القيمة الشعرية ديالو العالمية كاين شعوب عرفت فلسطين عن طريق محمود درويش. لأنه عندنا اختيار بغي يدير النظام راه الإطار ديالو بغيضة الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية وغيرها، بغي يدير الشعب ماشي بمعنى احتقار ولا الانسداد ولا الاستقلالية، راه المجتمع يحتكرونها، والمجتمع الحقيقي هي أنك تنتمي لتربة، ولكن هذه التربة هي منخرطة في الوجدان الإنساني. أينما كانت الجغرافيا ثمة الإنسان وثمة النفس، القضايا ديال الظلم وديال الفساد وديال الحضرة وديال أي شيء فيه ظلم للكيان الإنساني راه موجود في العالم. ممكن انطلاقا من كما قلت من الذاتية المحلية، احنا لسنا متذكرين، وهذا هو نقطة القوة في التجارب الجديدة في المغرب، لسنا متذكرين لمحليتنا ولكن لسنا مقوقعين في هذه الخصوصية. صدقني أن التجربة المغربية بتنوعها، لا أقول مكاينش موديل واحد، كل يساهم إضافته وباجتهاده، أنها عن طريق مجيء شعراء من خارج المغرب للمهرجانات في المغرب، وعن طريق مشاركة مغربيات ومغاربة خارج المغرب في العراق في تونس الجزائر وفي دول أخرى، أصبح الموديل المغربي له جاذبية. ونخص الأمر في استشهادين، استشهاد الأول في 2007 قام شاعر سوري اسمه شاهر خضراء يكتب بالفصحى بالعامية نهض المنصف كاين الناس اللي دايرين ندوة بقوة الانفعال ديالهم، اليوم إذا أردتم أن تتعلموا الحداثة خذوا النموذج المغربي. تنقولش أنا واحد نرجسية وطنية، ولكن تنقول راه كاين اللي كيتصفنها ماشي غير داخل المغرب، كيتصف الزجل المغربي. تنقول أنا دابا هذه 2007 وهو كان أخت نهاد العقيدة كتبعثات ليه مجموعة، كل مرة كتصيفط ليه مجموعة ديال الدواوين في دمشق، وكان كيختبر أصدقائه في المقاهي تيقرا ليهم، هذيك الساعة كان عند الدواوين ديال السي إدريس بسناوي.